بسم الله الرحمن الرحيم. لو الدكتور بيكتب روشتة بسرعة وخطه مش واضح فيها، او انا بكتب ولا الدكتور في الجامعة بس بسرعة ففي كلام مش عارف اقراه قوي، لما روحت البيت في حاجة وقعت مني، او مدرس بيشرح بسرعة، او حد بيكتب لحد كلام ايا كان بالعربي او بالانجليزي تمام لحد بسرعة على ورق، احنا عايزين ناخد الصيغة دي عشان نعرف نقراها كويس ومفيش حاجة تفلت مننا، نقراها على صيغة زي صيغة الورد تكون مكتوبة. ازاي ناخد الكتابة دي نحولها من كتابة من ورقة وقلم لصيغة الورد؟ تعالوا نشوف بنعمل الطريقه سهله ما فيهاش اي تعقيدات. بنيجي هنا وندخل على حاجه اسمها جوجل درايف. جوجل درايف على فكره لازم تحمله وتنزله، لو ما كانش نازل عندك لازم انت تحمله بالمنظر ده، مش منظر ده، ليه طريقه كده بتنزل انستول وحاجات زي كده يعني. طيب او عشان اقول لكم انا محمله لسه من شويه صغيرين فلازم تعرفوا يعني بتنزل ازاي. طب بنيجي ورقه زي ديت او ورقه زي دي، انا الورقه زي دي انا محملها اصلا، حملتها ازاي؟ كنت حطيت اصلا على الموبايل فخدتها من على الموبايل هنا، كتبت هنا نيو جديد وكمان تحميل هنا ملف، هيجي يقول لي ايوه الملف ده، هقول له اه حمله لي مثلا، هقول له حمله مره ثانيه، هقول له ايوه ماشي، هقول له طب ماشي تحميل مره ثانيه استبدال، هو نفس الفايل بس مش مشكله. طيب تعال ناخد الفايل اللي انت شايفينه ده وهنبدا نعمل ايه، هنقف عليه وندوس كليك يمين، هيقول لي هنا طيب بالعربي انا بيقول لي فتح باستخدام او اوبن ويز، هيجي هنا يقول لي مثلا مستندات جوجل، هقول له افتح لي بالدوكمنت اللي هو دي او سي، دوكمنت الدي او سي اللي هو اختصار دوكمنت اللي هو مستندات بتاعه جوجل، هيبدا يحمل هنا الفايل وهيحوله من صيغه بالعربي اكنها بالعربي او بالانجليزي للصيغه مكتوبه تمام. انا قصدت اجيب الفايل ده بالذات او الورق ده بالذات لسبب هقوله لكم. حلو، شايفين هو ترجم خد كل حاجه مكتوبه هنا وحولها للكتابه تمام، اكن انها مكتوبه الورد بالظبط، مفيش اي حاجه ناقصه فيها، لكن في حاجه لازم انت بقى تعرفها عشان دي حاجه ما اتقالتش قبل كده في فيديو يعني تمام. اللي بيكتب هنا تمام عمل كوريكت هنا عشان كان في غلطه، كتب هي تولد تمام، يعني كتب الكلمه دي هو ما عرفش يقراها لان لها فراغ هنا، فهو راح كتب هي مي على طول. لما تيجي بص هنا شوف هنا هنلاقي مكتوب اسف هير مي، هير مي قراها على طول من هنا هير مي. طب حط الار هنا لما يعني لقطها بالعافيه هنا تمام، وكلمه تولز مكتوبه هي فوق زي ما انتم شايفين مع انها اصلا المفروض تتكتب هنا. يبقى احنا لما نيجي برضو يعني نساعد نفسنا عشان هو يعرف يقرا، اصل الدوكمنت بتاع جوجل درايف ده يعني مش عفريت يعني، احنا لازم نساعده عشان الكلام يطلع صح. الموضوع ده اتكرر فين؟ في كلمه اسمها نيفر، تعالوا نشوف كلمه مثلا هنا برضو نيفر، بص كتبت فين؟ كتبت اهي مع انها مش مكتوبه في الاخر ولا حاجه، دي في الاخر ده في كلمه ثانيه خالص اللي هي ديت، لكن كلمه نيفر هو لقى فراغ عمل ايه؟ مشي على طول ما بصش ولا جنب ولا فوقيه، وخد الكلمه راح حطها ايه في الاخر، وهنا الكلمه في الاول ده خلاها ايه قبل الجمله، هو بيتصرف مع نفسه كده مع الخوارزميات بتاعته بيعيش حياته، عشان كده لازم اللي بيجي بورقه او بيجيب حاجه لو لقى فراغ يكتب على يكتبها هنا، ما يسيبش الفراغ ده متعمله كوريكتور ويكتب فوقيه، لا يكتب عليه تمام. لو في شطبه ولا حاجه يا ريت يحاول يعيد الجمله لو عايز ايه الموضوع ده كله. طيب انا عايز الكلام ده كله اللي انت شايفينه اتصرف فيه اخده على الورد لو انا ناوي احمل صور واحمل ولا انا عايزه. طب لو انا هنا عندي جوجل درايف مديني امكانيات، اه ممكن اعمل له هنا بولد، ممكن اخليه مثلا هنا يعني اميل مثلا كذا، ممكن اعمل تحته خط، ممكن اكبر هنا، تعال نكبر مثلا كده، بس طبعا لازم تعمل هايلايت الاول، وممكن اصغر، اعمل كل امكانيات الورد اللي موجوده تمام. ممكن اخليه يتوسط اللي انا عايز اعمله انا هعمله، بس عايز اقول لكم على حاجه برده، لو انت عايز تدرك صوره معه وكده وتعمل امكانيات اعلى الورد ممكن يخدم اكتر من كده. انا خلصت الفيديو، واللي يقول اي سؤال ممكن تقولوه في التعليقات، وشكرا لكم وربنا يوفقكم، ما تنساش في اللايك والشير وشكرا.